السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن شخصية متفردة، عن شخصية متميزة من حيث صنعتها وموضوعها. الحديث عن شخصية تتصل بالأنبياء، الحديث عن المعلم، لأن شخصية المعلم لها مسيس العلاقة بصنعة الأنبياء. أما قال تعالى:
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهنا لطيفة لا بأس أن أستطرد فيها قليلا. وقال إنني من المسلمين يقول المفسرون أي قالها اعتزازا وافتخارا، قال إنه من المسلمين. المهم الحديث عن المعلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول اللهم صل على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية التي أقول للأسف لنكن صرحاء أيها الإخوة الأكارم اهتزت مكانتها عند كثير من الناس. ومن لطيف ما قرأت وأنا أحضر الموضوع أنك إذا أردت أن تدعو على إنسان بالشقاء فادع عليه أن يكون معلما، وإذا أردت أن تدعو لإنسان بالسعادة فادع له أن يكون معلما. كيف نوفق بين تلك الدعوتين وبين ذلك القولين؟ قال العلماء عندما يكون المعلم صاحب رسالة يكون أسعد الناس، وعندما لا يكون المعلم صاحب رسالة يكون أشقى الناس. فإذا كان المعلم صاحب رسالة ما نظر إلى الأمر على أنه عطاء يعني راتب، وما نظر إلى الأمر أنه يحضر موضوعا قررته وزارة التربية مثلا فيحضر الموضوع فحسب دون أن يثقف نفسه، دون أن يسلح نفسه بالثقافة حتى يخرج عن الموضوع إلى أفق واسع رحب وينقل طلابه إلى عالم المعرفة. كيف إذا كان المعلم صاحب رسالة؟ لكن كيف نطالب المعلم أن يكون صاحب رسالة وليس هناك احترام للمعلم عند بعض الناس، وليس هناك تقدير لجهد المعلم؟ كلنا يعلم أنك إذا أكرمت الإنسان العامل يبدع يتفانى في أن يقدم أجود وأحسن ما عنده، خاصة الطبيب والمعلم إذا لم يكرما لن ينتج نتاجا محسنا متقنا أو متقنا. لذلك أيها الإخوة الأكارم اسمعوا إلى أحوال السلف الصالح وإلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم كلام شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. صديقه شاعر فلسطيني معروف من أدباء القرن العشرين اسمه إبراهيم الوقار وكان معلم، يقول شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه تبجيلا، اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنجم الصغار خليلا. لو جرب تعليم شوقي ساعة يعني قصيدة طويلة يروي فيها على شوقي. نحن نحفظ كلام شوقي، وأيضا هناك معلمون ردوا على شوقي لأنهم وجدوا عنة وعدم احترام. لو قرأنا أحوال السلف الصالح كيف كان الإمام الشافعي يجلس أمام معلمه وأستاذه الإمام مالك، أمام الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول الشافعي كنت أقلب الورقة بأسلوب لطيف حتى لا أزعج مالكا بصوت تقليب الورق. عندما نسمع مثل هذا أقول يكاد يصل أو تصل مثل هذه الصور إلى أفق المثالية والملائكة. الآن الطلاب يتندرون فيما بينهم، ويأتي كثير من أبنائنا، يعني أيها الإخوة أنا لا أتحدث من مسرح الواقع ليس رجلا بالغيب، يأتي كثير من أبنائنا إلى البيت يقلد الأستاذ
ويسخر من أستاذه والأبيض حق قاعد قاعد، وكلما جاءه ضيف إلى البيت تعال تعال يا بني قلد الأستاذ الفلاني، قلد المعلمة الفلانية. ثم بعد ذلك يقول ولدي يعني خرج علامات غير منضبطة، وما كان إذا كان الأب يفرح بالسخرية من المعلم، إذا كان الأب يفرح بالسخرية من المعلم، إذا كان التقليد من باب الإتقان لا بأس. ابن خلدون يقول إن الأمم الضعيفة تقلد الأمم القوية، ما في مشكلة. وقال أهل الحب التقليد علامة الحب، عندما أتأثر بأستاذ مثلا يدرس مادة اللغة العربية أتأثر بإلقائه بخطابته بمخارج الحروف فأقتبس من هذه الشخصية المتفردة المتميزة إتقانها وإبداعها في مهنتها، فأنتقل بعد مرحلة التقليد أنتقل إلى مرحلة الإبداع بعد أن أتقن. لكن إذا كان المقصود من التقليد السخرية، إذا كان المقصود من التقليد السخرية فبئس التقليد وبئس الفرحون بهذا التقليد إن كان أبا أو أما. لذلك أيها الإخوة الأكارم، كيف نطالب أبناءنا وبناتنا بأن يحترموا الأب والأم ونحن نرى كثيرا من أبنائنا وبناتنا يسخرون من آبائهم ومن معلمهم؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم، من أراد أن يتحدث عن المعلم وأن يتحدث عن إبداعه وعن يعني النوع المتفرد في تعليمه، ينبغي أن يعطى قبل التعليم الأدب، قبل التعليم الأدب. تلميذ الإمام الشافعي الربيع كان يقول أن كنت لا أنظر إلى الشافعي لا أرفع رأسي هيبة، ليس تسلقا، الإمام الشافعي كان لطيفا رقيقا، لكن هناك هيبة للمعلم. كنا نحن صغار لما يمر المعلم من السقاط من الشارع نختلف احتراما احتراما. في ثانوية قديمة في دمشق اسمها التجهيز الأولى، وقد أسست قبل أكثر من 80 سنة يعني عام 36 من الميلاد، مكتوب عليها رتبة المعلم أعلى رتب. فهل رتبة المعلم أعلى رتب أيها الإخوة؟ لا أدري. المعلم يقول إذا أعطيته راتبا جيدا وهيئت له سكنا يبدع، لا، قبل الاحترام ينبغي أن تكون محبوبا. يعني قد يكون له محترما لكنه غير محبوب. الاحترام قد ينبع من الخوف من مصلحة، لكن إذا كان الأب محترما محبوبا فثمن الحب الإتقان الإحسان. المعلم إذا أراد أن يحصل تلك المكانة السامقة الباسطة مكانة الحب ينبغي أن يتقن في عمله ولا ينظر إلى الراتب فقط. ثم بعد ذلك هناك دور علينا نحن الآباء ونحن أولياء الأمور أن نزرع قيمة لاحترام هذا المعلم، أن نزرع قيمة. اقرأوا القرآن إن شئتم. لما ذكر الله لنا مزاج سيدنا موسى، وكان سيدنا موسى ذا مزاج عصبي، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال ما خطبك يا سامري؟ كان سيدنا موسى عصبيا، لكن هذه الآية تحدثنا عن المتعلم الذي يحتمل عصبية أو مزاجية معلمه حتى ينال منه الخير. إذا أردت أن تحصل الخير لابد أن تصبر على المعلم. الإمام الشافعي لما سئل كيف يصبر؟ قال أنا أمين نفسي لأن معلمي يكرمها، يكرم النفس بالتعليم، وليس هناك ذلة بين يدي المعلم. أما قرأت في حديث صحيح صريح كيف أن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل المشهور بين الناس، لما جلس قبالة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن يوم القيامة، يقول شراح السنة إن في الحديث
توجيها رائعا لادب المتعلم مع معلمه. وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة برجليه بين اصحابه ابدا الا ما كان معذورا عنده التهاب المفاصل، المعذور ليس الحديث عنه. اما الانسان يجلس في مجلس العلم وفي الدرس في المسجد يمد رجليه في وجوه الناس ثم يطالبك بدليل، يقول لك اين الدليل؟ قال كنت في الدرس ايها الاخوه. رجل يعني جالس في مد رجليه ولم يكتفي بمد رجليه بل استلقى على ظهره، فكيف اوجهه امام الناس؟ قلت له هل تريد وساده حتى تكون يعني متكئا مريحا في الدرس؟ يعني هذه قضية ذوقية أيها الإخوة، وليس يصح في الأفهام شيء، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذه قضايا ذوقية لا يعبر عنها بالدليل، لا يعبر عنها بالدليل. قد تمر في الطريق ترى ثلاثة من الشباب، الأول ولد، الثاني ابن أخيك، الثالث صديق. إذا رأيت الثلاثة يدخنون بالله عليك أيهم أكثر ألما في نفسك؟ ولدك، ثم ابن أخيك أقل ألما، ثم صديقه قد لا تلتفت إليه. فمن أراد أن يكون سعيدا في حياته ينبغي عليه أن ينظر إلى تربية أولاده. أنا لا أتحدث عن صلاة ولا صيام، لكن عود أولادك على احترام الكبير، قدر رأس الكبير، قم للكبير. أما الولد لا يحترم لا كبير لا كبيرا ولا صغيرا، ثم يقول لك هذا جيل هذه الايام، جيل هذه الايام، وينشا ناشئ الفتيان فينا او منا على ما كان عوده ابوه. الانسان لكل امرئ من دهره ما تعود، كيف تعود ولدك يكون ولدك على تلك الحاله التي اعتادها منه، حسن خلق، من أدب، من تهذيب، من احترام. أما أن يساء إلى المعلم، هذه رسالة بشكل سريع لأن الوقت جد ضيق. وهناك كلام كثير لسادة العلماء ولأحوال السلف الصالح في قضية احترام المعلمين وتوقيرهم. رسالة للمعلم، أقول الرسالة للمعلم هي الإخلاص. قلت لكم في بداية الخطبة إذا أردت أن تدعو على إنسان فادعو له أن يكون معلما إذا لم يكن ذا رسالة، وإذا أردت أن تدعو لإنسان ادعو له أن يكون معلما إذا كان ذا رسالة. المعلم سبحان الله بعد أن يتخرج الكثير من الطلاب عندما يكونون عند معلم مخلص متقن مرب جليل، بعد أن يتخرجوا ويتبوأوا مناصب عالية يأتون إليه ويسألون عنه وعن أخباره كأنه أبوهم كأنه والدهم، بل هو أعظم من أبيهم لأن الأب الصلبي قد يهتم بالطعام والشراب واللباس، أما الأب الروحي الذي يزكي نفسك فهو ينبغي أن يكون أهم منزلة في قلبك لأنه ينقلك من وهدتك. كثير من الآباء لا يلتفت إلا لعمل كثير الأسفار حتى يؤمن حياتك كلمة، من حيث المتاع، من حيث اللباس، من حيث السكن، من حيث المركوب، من حيث الجامعة، لكن لا يلتفت إلى أخلاق ولده. كل يوم يأتي الأولاد وقد تعلم بعضهم كلمات بذيئة نابية فاحشة من الناس نتيجة اختلاطهم بالثقافات، تتحجب من أين أتى الولد بهذه الكلمات؟ أن توجهه بابا الله يرضى عليك هذه الكلمة ما ينبغي أن تقولها لأنها بذيئة، النبي قال اللهم صل عليه المؤمن ليس فاحشا ولا بذيئا واوا إلى آخره، فيتعلم. وأن تكون بينك وبينه حوارات وسجالات فكرية أدبية. أما أن تغضب دون أن تسأل عن مصدرها، كيف وصلت إلي هذه المعلومة؟ لذلك لن يستطيع أحد مهما امتلك من أدوات أن يسيطر على أولاده، خاصة في هذا الزمن الذي صارت المعلومات فيه مبذولة، صار الانفتاح يعني يصل إلى أدق زوايا غرف الإنسان في بيته من خلال شبكة المعلومات. كيف تسيطر على ولدك؟ ليس ببرامج المراقبة وليس بقضايا قد تحدث شرخا اجتماعيا في البيت، وإنما من خلال أن تزرع قيمة لدين الله، ثم بعد ذلك لا بد وأن يعود
طائر النورس إلى شاطئه. لابد أن يعود الولد إلى مركز الدائرة، إن تربى على مخافة الله، إن تربى على الخشية من الله عز وجل. لذلك أقول للمعلمين: راقبوا الله في أعمالكم، أخلصوا نياتكم، أخلصوا بواعثكم، وانظروا أن هؤلاء هم أمانة بين أيديكم. لا تلتفتوا إلى عطاء ولا إلى راتب، وليس المقصود من كلامي كما قال بعض المعلمين ومعهم الحق، يعني نفتح خبرنا إلى الهواء. لا، ليس المقصود من كلامي، أنا قلت في بداية الخطبة أن نعطي المعلم والطبيب خاصة حقوقهم حتى يبدعوا، الجميع أن نعطي حقهم يبدع، لكن خاصة هاتين الفئتين ينبغي علينا أن نكرمهما حتى يبدعوا، لأن مصير الأمة يتعلق بسلوكهم وبصحتهم. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نقول للأبناء وللبنات: راقبوا الله عز وجل، واتقوا الله، وربوا أولادكم على احترام المعلمين. ونقول للمعلمين: انظروا إلى أن هؤلاء أمانة بين أيديكم، لأن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة عن كل حرف وعن كل كلمة. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكلكم راع، يعني راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوج مسؤول عن رعيته في البيت، المعلم مسؤول عن رعيته، عن طلابه في الفصل في الصف، عن أحوالهم. أما يأتي بعض المعلمين والعياذ بالله يضرب ضربا مبرحا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، إذا كان الضرب يقصد منه التأديب والتوجيه وليس الانتقام. يعني هارون الرشيد، وما خبر تأديب أولاده عن ببعيد لما أرسله إلى الإمام مالك، لما أرسل هارون الرشيد أولاده إلى الإمام مالك، كيف كان يرى أولاد الخليفة هم الذين يسكبون الماء حتى يتوضأ المعلم؟ هذا أدب، ليست الفكرة أن يذله، لا، هذا نوع من التهذيب، نوع من التوقير. لذلك أيها الإخوة، بعض المعلمين أيضا يتعامل مع أبناء الأغنياء، الله هو الغني، معاملة طيبة. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ هل أنت بشكل جيد؟ لا بأس، لم تكتب الواجب اكتبه غدا. ويأتي إلى ابن الفقير: ماذا فعلت؟ أبوك فقط يأتي بالطعام. هذا لا يخاف الله عز وجل، ولن يفلح أبدا، ولا حمل شهادات عالية، وسينتقم الله منه، كما قال الشاعر: وعند الله تجتمع الخصوم. أن يكرم ابن فلان، هذا ابن فلان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كلنا يعلم قصته المشهورة، لما كان هناك سباق في مصر، وسبق ابن مفعول به، وسبق ابن أمير المؤمنين، يعني ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان حاكما لمصر، سبقه رجل قبطي فأساء الأدب ابن عمرو بن العاص على ذلك القبطي، أساء إساءته وضربه، فرفع هذا القبطي مغلبته لمن؟ لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فأمر سيدنا عمر أن يؤتى بالقبطي وبعمرو بن العاص وولده، وقال للقبطي: اقتص من ابن عمرو بن العاص، ثم قال له: انزل هكذا على صلعة أبيه، لأنه ما ضرب ولده إلا بسلطان أبيه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتكم أحرارا. قال سيدنا عمر هذه الكلمة صارت مدوية في سمع الزمان. لذلك على المعلم الذي يتقي الله عز وجل أن لا يميز بين فقير وغني، بين أمير وحقير، بل يجعل ميزان التفاضل أن ينقل المعلومة للجميع ويتفانى في خدمتهم دون تمييز بين جنس وعرق، وله عنده رسالة يؤديها، وليراقب الله عز وجل في رسالته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في بناتنا، ألهم معلمينا الرشد، وجددهم السلام، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما امر وشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الساده الخلفاء الساده الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. واجلس معكم ان شاء الله تعالى بعد الخطبه للاجابه على اسئلتكم الفقهيه، وتوجهوا الى الله تعالى لكم منكم واسالوا ربكم حوائجكم انه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم بارك لنا في اولادنا، وبارك لنا في بناتنا، وبارك لنا في ازواجنا، وبارك لنا في كل ما انعمت به علينا، وبارك لنا في معلمينا، وارزقنا الادب معهم برحمتك يا رب العالمين، وارزقنا الادب والتادب مع ابائنا وامهاتنا والكبار برحمتك يا رب العالمين. اللهم الهمنا الرشد وجنبنا الزلل برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته وعافيته، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته وعافيته، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته وعافيته. انزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرأوا يا صغير الكبير ومكبر الصغير، صغير ما به برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، وفق ابناءنا وبناتنا لكل خير، واجعلهم من السعداء البررة، ويسر لهم هذا العام الدراسي، اللهم اجعله عام خير وتفوق عليهم، ونجاح في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، فإنك ترى ما نزل بهم، فإنك ترى ما نزل بهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.